فالنهارده عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني. ما عنديش مشكله على فكره ان احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنحاول نوضح الحقائق، وزي ما قلت لكم ننور نور كده يبان فيه الحقائق، زي ما حصل كده امبارح وبانت كل الحقائق. النهارده وانا قاعد بفكر كده، هو ليه دايما عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع التسللات حتى بعد الرجوع للفار، في كل مباريات الدوري مش الاهلي بس، طبعا الاهلي تحديدا بما اننا قناه النادي الاهلي، ولكن دايما عندنا مشكله وعندنا تاخير كبير جدا جدا في لما تيجي تحسب اوفسايد وترجع للفار مره اخرى. لما قعدت فكرت وبصيت في الموضوع ورحنا لخبرائنا ورحنا لمصادرنا، حبينا نعرف الموضوع فعرفنا الموضوع. فتخيلوا حضراتكم احنا عندنا 22 حكم او 21 حكم واخدين رخصة الفار، خلاص ال 22 حكم دول اللي واخدين رخصة الفار، تخيل حضرتك ان منهم 21 حكم ساحة، حكم صفارة، وحكم واحد فقط بيلعب راية. تخيل حضرتك ان ال 22 دول منهم 21 حكم، صفاره اللي هم حكم الصفاره ده اللي هو بيبقى الحكم الرئيسي، وحكم واحد فقط هو حكم للرايه، حكم مساعد للحكم الرئيسي. فعشان كده لما نقعد نفكر نلاقي ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التسللات مثلا يعني. وطبعا النادي الاهلي بيعاني من هذا الموضوع وبشده. ليه يا جماعه عندنا 22 حكم واخدين رخصه الفار منهم 21 حكم صفاره، حكم ساحه، وحكم واحد فقط هو حكما للرايه؟ حاجه غريبه جدا، وحاجه برضو زي ما قلت امبارح هنعمل عليها علامه استفهام. لما بنقعد كل شويه نشوف المباريات اللي بتتلعب، كل مباريات الدوري العام، تلاقي ان احنا عندنا مشكله فعلا في موضوع تطبيق تقنيه الفيديو في موضوع التسللات. لان حكم الصفاره طبعا ملم بقانون وعارف كل حاجه، ولكن حكم الرايه بيكون شغله الاول والاخير هو التسللات، فلازم يبقى واضح ومعروف، ولازم يبقى فيه عدد اكبر من الحكام الرايه في هذا الموضوع، في موضوع الفار. تخيل حضرتك ان احنا امبارح في مباراه الاهلي وسيراميكا، اول امبارح قعدنا 3 دقايق ونص عشان نحدد اللعبه دي صح ولا غلط. ما هو ده بيفقد اللعب كذا حاجه، سخونه اللعب، سخونه اللعيب نفسه، بلاش سخونه اللعب. قعدنا في اللقطه دي حوالي 3 دقايق ونص او 4 دقايق، ما بين 3 دقايق ونص واربع دقايق في لعبه زي دي. فبيني وبينكم قعدت افكر في الموضوع واشتغلنا على الموضوع لغايه لما عرفنا الكلام اللي انا بقوله ده. ولو الكلام اللي انا بقوله ده غلط يا جماعه، حد كابتن وجيه او اي حد من لجنه الحكام يطلع يتكلم معانا في هذا الامر، يقول لنا هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. لانه النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كده بيعاني وبشده في هذا الامر. بنقعد نص ساعه، مش نص ساعه يعني، لكن بنقعد 3 دقايق، وثلاث دقايق ده كتير جدا في عمر كره القدم عشان نحدد الكره تسلل ولا مش تسلل. فالموضوع اللي انا بتكلم فيه ده هو موضوع خطير جدا ومهم جدا 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 بالنسبه للست المباريات القادمه. وبرده لما نيجي نبص للموضوع من الجانب الاخر، مجموعه الحكام اللي موجودين ومعاهم رخصه الفي ار، دايما دايما الالعاب اللي فيها جدل بنرجع فيها لتقنيه الفيديو، صح ولا مش صح؟ ده مظبوط. فهل من الممكن ان يكون معظم الحكام اللي قاعدين على تقنيه الفيديو، معظمهم او جزء كبير منهم، لم يحكم مباريات اهلي ولا زمالك، وهو اللي بياخد القرار في العاب جدليه؟ لان انت بترجع للفيديو ليه؟ لان انت عندك شك ما بين هل هي اوفسايد ولا مش اوفسايد، هل هي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، وبالتالي بترجع لحكم الفيديو، صح ولا مش صح؟ فالست مباريات القادمه لا تحتمل كل هذه الامور. الست مباريات القادمه لا تحتمل ان احنا نخش في تجربه، لا تحتمل مثل هذه الامور. هي في النهايه كره قدم، اللي يكسب يكسب، واللي يفوز واللي يخسر يخسر، واللي يتعادل يتعادل. ولكن احنا دايما لما بنيجي نتكلم زي ما قلت لحضراتكم كده بننور نور، ولو سمحتوا زي ما حصل امبارح الناس تطلع ترد وتتكلم في هذا الامر.